مش ينساه، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بقولك لونه ايه، يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى ورم كبد شخصيا او جياله، جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص بالموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه، الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي، الرئيس الشرفي لجامعه النهضه، عضو اللجنه الدائمه لترقيه الاساتذه والاساتذه المساعدين بالمجلس الاعلى للجامعات، عضو لجنه القطاع الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات دوره 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. الطب علم دقيق للغاية، وكل ما نقرب أكتر ونستوعب أكتر معلومات طبية لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله، ولا يسعنا أيضا إلا أن نتعجب من دقة هذه العلوم واتساع بحرها. والغريب إن في ناس بتتجرأ على العلوم الطبية بشكل غير عادي. في حاجة اسمها الشرايين وحاجة اسمها الأوردة. الشرايين هي اللي بتودي الدم، والأوردة اللي بترجع الدم. أخطر حاجة للسكر تأثير على الشرايين، أخطر حاجة في الضغط تأثير على الشرايين، أخطر حاجة في التدخين تأثير على الشرايين. حضرتك بتضربي شرايينك بالتلات أسلحة، سايبة الضغط عالي ده كارثة، سايبة السكر مش مظبوط ده كارثة. مش شطارة يا حاجة إنك خدتي الدواء، دي مش شطارة. الدواء بيتاخد عشان أظبط، ما ظبطش يتغير، يا إما الجرعة تتغير يا إما النوع كله يتغير. فلا السكر عندك مظبوط ولا الضغط مظبوط، وعملتي مصيبة أكبر التدخين. واحدة عندها أواخر الأربعينات من عمرها وعندها سكر من 15 سنة وبتعالج بأنسولين ومدخنة وعندها ضغط دم عالي وسكرها 270 والتراكمي 9.5 والضغط 160 على 100، كاتبة بتقول أنا كده ماشي صح. انت اكيد ماشي صح. يا ريتك كتبت اسمها، يا ريت كتبت اسمها والله. صح ايه يا حاج؟ صح ايه؟ ستة وسبعين سنة راجل. 76 وكان رياضي لغاية سن 60، معرفش هو بطل ليه بعد 60، وبيعاني من ضعف عام ونسيان وأرق، نسيان شديد على حد تعبيره، وهو ما عندوش لا سكر ولا ضغط، بس قاس لقى الكرياتينين 1.7. طب ده ايه بقى؟ هو بص المنظر كده 76 سنه وابتدى ينسى وقله نوم وكده، تصلب في شرايين المخ. شكله كده كرياتين 1.7 ما يقلقوش قوي. ما يقلقوش. يقلقني 1.7 ده في واحد سنه 20 سنه و30 سنه. بس في حاجه اسمها تصلب شرايين الكلى، نفروس كيليروزس. النفروس كيليروزس ده ظاهرة طبيعية في الناس الكبار، فبتخلي كرياتين يعلى شوية. ده مش مزعج، يعني اوعى حضرتك تنزعج من 1.7. طبعا الكرياتين لازم يكون 1 او اقل، ف1.7 في ناس بتعلى. يعني هو انزعج ليه؟ بعض المعامل، وارجو ارجو الله انهم يسمعوني ويعملوا،
بلاش العلامة اللي على الأبنورمال دي، بلاش، لأن العين بيلقطها قبل الدكتور. سيب الدكتور حافظ، أنت أنا مستني منك علامة عشان الواحد يسيب عارف أنه مش طبيعي، ما صحش. فأنت اكتب الأرقام كلها زي بعض، ده بتلاقي العين جاي لك بالورقة ماسكها لك كده، تلاقي مثلا صورة الدم، في حاجات بتبقى مش صح يعني، بره الحدود يعني، بس طبيعي. فهو يحط لك الاعلامات العيان. ارجوك يا اصحاب المعامل، ارجوك بلاش نعلم على اللي مش طبيعي خالص، او نكتب اتش هاي او ال لو. ليه؟ من حافظ؟ والله العظيم حافظين. فلا داعي اطلاقا لان احنا نرعب العيان. هو طبعا 1.7 دي هو بعت الرساله ليه؟ لان لقى 1.7 قدامها اتش هاي. فبلاش كده يعني بس انت ما تقلقش خالص، روح اكشف. طبعا هتعمل رنين مغناطيسي على المخ، طبعا ده اساسي، هنشوف المخ بحجمه الطبيعي ولا حصل دمر شويه. يعني على قد الاعراض دي ما تخافش خالص خالص يعني. ممكن تبقى بداية الألزهايمر. أنا عايز برضو هنا نقطة مهمة جدا، في ناس فاكرة أن نسي بقى الزهايمر. أسف أسف خالص، الزهايمر ده مرض تاني خالص. ده نسي الوظيفة، ممكن ياخد المعلقة يحطها في ودنه بدل في بقه. هو مش كده، هو الراجل بينسى حط المفاتيح فين. لا عادي. بس أنا دايما أقول للعيان عندي كلمة جميلة جدا، إيه ده؟ ده موبايل. أقول له برافو عليك، بياخد كم اسم؟ يقول لي بياخد 10,000 اسم. أقول له برافو عليك، أنت حطيت 10,000 اسم ومضطر أدخل اسم. لازم أمسح. مضطر. هتقول لي همسح اسم؟ الذاكرة بتعمل كده؟ المخ كده. المخ بيمسح حاجات عشان يدخل حاجات. فبلاش نرهق مخنا قوي، لا بالموبايل ولا بالتلفزيون ولا بالسوشيال ميديا. ولا بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتدخل معلومات سريعه وكميه كبيره من المعلومات ومتناقضه. يعني خبر الاولاني محزن جدا، الخبر الثاني مضحك جدا، الخبر اللي بعديه مفرح جدا، كوكتيل الوعي بيضرب في خلاط. احمدك يا رب، ربنا حماني من هذا. انا دايما بقول لحضرتك ايه، حماني أنا من هذا الضلال. لا انا اللي بقول لحضرتك دايما كويس جدا ان حضرتك مالكش علاقه بالسوشيال ميديا. ماليش علاقه خالص بالكلام ده خالص خالص يعني. انا جربت مره، بنتي اصرت ان انا لازم زي بيت الحلوين اللي عندهم واتس. قلت لها طب يا مريم انا حامل واتس، بس لو قفلته تزعلي؟ قالت لي لا جرب، عمرك ما هتقفله. شهر لقيته بياخد 4 ساعات في اليوم. يا لهوي. 4 ساعات قاعد تشوف رسائل هايفة، كلام فاضي، وتبقوا ترد على ناس 4 ساعات. أنا أولى بيهم، أنا أولى بيهم، يشتغل يرتاح يقرأ قرآن يعتكف أعمل أي حاجة. 4 ساعات في اليوم يعني. بعد 30 يوم قلت لها مريم اتقفل. تم الإغراق. الحلقة اللي جاية دي غامضة شوية، فيها غموض. ليه؟ لأنها ممكن تكون ليمين قوي لشمال قوي. شاب عمره 23 سنة. 23 سنة، شاب صغير. الحتة اللي جاية دي برضو مهمة، يعني في إحدى كليات القمة، أعتقد إنه في كلية الطب، في جامعة مرموقة، وبيقول كنت رياضي بأمارس السباحة من سنة، بيشعر بنهجان شديد مع مجهود، مع أي مجهود خفيف. أنا إلى الآن لم أعرض نفسي على أي طبيب، أعمل إيه بالظبط؟ الله، بقى انت يا راجل في كليات قمه وما تعرفش نفسك على طبيب، ايه ده؟ لازم يعرف. لا لا، النهجان عرض مهم جدا جدا جدا. واحد يقول لي مثلا هيبقى تقريبا، ممكن اقول له ممكن ضيق صمام، يقول لي ويقعد ل 23 سنه ما يشتكيش. ايوه، يقعد ل 23 سنه ما يشتكيش. بس ممكن يكون حاله نفسيه سايكيك. ممكن طبعا، بس انا بحطها يعني ستريس. اصل هو حته كليه القمه دي ساعات بيحصل. طبعا هم دول اللي بيجي لهم حاله نفسيه، بيحصل له ستريس. بس برضه خلينا نروح للاورجانيك، احنا بتوع اورجانيك. يعني لازم تكشف يا ابني. طبعا في احتمال في مشكله في الرئه، في احتمال خدت كورونا وما خفتش تماما. طبعا في احتمال يكون عندك حمام في البيت او طيور او بتاع وعملت لك حساسيه صدريه.
في احتمال يكون ضيق صمام، في احتمال يكون التهاب حول القلب في التامور وعامل شويه ميه يخليك تنهجه، في احتمال ان يكون الضغط الرئوي عالي، في احتمال ان يكون جلطات رئه متكرره صغيره جدا انت ما تحسش بيها لكن بتنتهي بنهجان. اعدلك 40 احتمال لولد شاب في سنك بينهج. يس. قد يكون نفسي بس بعد الاستبعاد يا ايمن، هستبعد امراض القلب اللي اتنهى كلها، هستبعد امراض الرئه اللي اتنهى كلها، هستبعد امراض القفص الصدري اللي اتنهى كلها والحجاب الحاجز والمعده والفتق الحجاب الحاجز، هستبعد ده كله، اقول له لا دي حاله نفسيه، انما بعد الاستبعاد هي غالبا عضوي يعني ما اعرفش، لازم اشوف طبعا الولد اول ما بيتكلم وتقعد معاه بتحس بيه هل هو فعلا الكليات القمه اذته ولا في فاكر اولى وثانيه عندنا ما كانش في امتحان في اولى كان اولى وثانيه ملضومين مع بعض، امتحان في ثانيه في الاخر ثانيه تشريح وفيسيولوجي وهيستولوجي وبايوكيمستري فاكر الاربعه تشريح الثمان برانشات ولا 10 برانشات الجسم كله لور ليمبو ابر ليمبو ابدو من كل التشريح من راسه ومن اللور او بنمتحن في حاجه ذاكرناها من سنتين بدأناها من سنتين تصدق بالله لا اله الا الله اقسم بالله العظيم انا كنت رايح امتحان التشريح الصبح كاني رايح واحد ينفس فيه حكم الاعدام والله العظيم جسم كله هيجي لنا ايه ده كل القصة أربعة زيلة طب أربعة من الجسم كله هيجي لي الكبد ولا القلب ولا الطحال ولا العضلة دي ولا العين ولا الفك تخيل بقى امسك كده فأنا بكليات القمة دي فرصة جميلة جدا للطلبة اللي ما جابوش مجموع وكان نفسه يخش كلية أنا دي والله هكلمكم من قلبي من قلبي ربنا يا اخوانا اتكلم على كل حاجه على الارض كل حاجه اتكلم على الارض وفي الارض قطع المتجاورات والنخل والرمان والزيتون بلاش وفي انفسكم انفسكم ده احنا على الارض اهو استثنى حاجه وحيده في السماء وهي الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون ربنا سبحانه وتعالى عارف ان نفوسنا ضعيفه وهو اللي خلقنا كده وخلق الانسان ضعيفا تمام عارف يعني ايه يعني ايه في رزق في السماء يعني ما اروحش العياده يعني يعني ما بيعش العربيه ما اشتغلش لا ربنا لم يقسم بذاته في القران كله الا نادر جدا مرتين او ثلاثه والعصر قسم ان الانسان لفي خسر قاف والقران المجيد قسم ياسين والقرآن الحكيم قسم والتين والزيتون كل دول قسم إلا في دي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض يحلف بنفسه بقى أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون اللي بيجري ورا كلية معتقد أنها بتكسب وكده غلطان لأن الحاجة الوحيدة اللي ربنا استثناها من على الأرض هو رزقك فلا تقلق على رزقك بتاتا رزقك في السماء مش في الارض فخش اي كليه انا عندي يعني عدد كبير جدا ما جابوش مجموع السنه دي وبكاء والاهل بيبكوا كان عايز يخش الطب وما دخلش ايه يعني انت عارف القصه بتاعت الراجل دفعتنا ده طبعا قصه معروفه جدا دفعه بقى اغنى واحد فينا جايب 50% آخر الأخير الأخير المدرسة بقى أغنى واحد فينا وخد رئيس مجلس إدارة الشركة أنا قعدت أضحك لما شفت والله قلت له ده أنت أبوك قاعد يضربك لما النتيجة طلعت فيا ولاد حذاري تربط الكلية برزقك أنت طموح نفسك تبقى دكتور ده قصة تانية إنما أوعى تربط ده بده طب ما ممكن تطلع دكتور وما تلاقيش تاكل في كم من زمايلنا ايمن مش لاقي ياكل كتير مش عايز اقول لك 45 في خمس عندهم مشاكل اقتصاديه كبيره جدا يعني اكتر من ثلاث ارباع الدكاتره ثلاث ارباع يعني كام يعني 45 في لا كام يعني ثلاث ارباع 75% 75% هم الناس بتبص لل 10% والله العظيم ما لاقين ياكلوا والله يعني مش عارف يربي عياله فبلاش النظره العجيبه دي
ان الطب هي اللي بتجيب فلوس لها. وفي ناس كتير دخلوا كليات قمه وشفنا ما حققوش نجاح واتجهوا لحاجه تانية حققوا فيها نجاح، اللي بيحبوه اللي قدروا ينجحوا فيها. يعني انا عايز اسال بس جميع المسؤولين خرجين طب؟ لا طبعا كلهم ناجحين ما شاء الله، كلهم ناجحين ومرموقين، يعني فلان محافظ وزير كل دول خريجين طب؟ لا. والده يبلغ من العمر 85 سنة لا يستطيع التحكم في البول، وبيسأل سؤالين مهمين، الحل إيه؟ هل في حل؟ وحكم يعني الصلاة والوضوء في الموضوع ده؟ ده سؤال حلو جدا جدا. بص بقى يا سيدي، 85 سنة مش قادر يتحكم في البول، 99% بايلاترال بارامتر. يعني ده بيرسبتنس ونقول للناس يقوموا يسجدوا يقولوا سبحان الله، ان ربنا باعت اعصاب للمثانه، العصب يقفل عشان ما تبولش، وعصب للمثانه نفسها. يشتغلوا ازاي؟ لما ده يفتح ده ينقبض، والعكس لما ده يقفل ده يبتدي يتسع. ده المثانه، المثانه عضله تمنع البول انه ينزل، وعضله اللي هي فيها المثانه نفسها، ده اللي في عنق المثانه. امتى ده يفتح؟ فتح يروح ده ايه؟ مفضي. طيب وده مقفول، مين اللي ماسك ده؟ عصب جاي من خلال حاجه اسمها بيراميدال تراكت اللي هو الهرمي اللي نازل، ده اللي بيغذي الحركة، ده اللي بيغذي الحركة، نفس العصب ده اللي بيمنع التبول. هو كابل كهربي رهيب، كابل جبار يعني. ولذلك أي واحد يسأل نفسه سؤال بسيط جدا جدا، وأنت بتجري ما بتروحش الحمام تقدر تتبول؟ لا لا لا، لا يمكن. لعيب الكرة بيقعد 45 دقيقة بيلعب ما فيش، ما بيروحش الحمام، لأنه وأنا بجري الأعصاب بتتحرك بتاعة الجري وبتقفل المسألة. بلاش أقول لكم حاجة تانية، قاعد في المدرج وابتديت تتزنق تعمل إيه؟ تلاقيك بتحرك رجليك. ليه؟ لما تحرك رجليك بتمشي الكهرباء في العصب ده، يقوم لما يحرك رجليك يقفل المسانة أكتر. الراجل ده الاتنين دول ابتدوا يدوبوا، 85 سنة ما بنقولش كبير، ما بنقولش كبير، بس ابتدوا يدوبوا. فالبول مش ما فيهوش تحكم، فده ملوش حل يا ابني، ملوش حل غير البامبرز، ملوش حل غير انه يحطوا بامبرز عشان البول لما يسبقوا ما يضايقوش، لان هذا اللي احنا بنقول عليه ده علاجه صعب جدا 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 ان يعود لما كان عليه. فالبامبرز يبقى الشق الثاني من سؤال الصلاه. انا دي كانت تعباني جدا جدا مع المرضى جدا، يعني يقول لي طب انا البامبرز غالي غالي، هيغير مع كل صلاة؟ يعني خمس مرات في اليوم بامبرز، الواحد مثلا بالشيء الفلاني اضرب في خمسة يطلع، في ناس ما تستحملش كده. فرحت الأزهر وقعدت مع رجل فاضل عالم، قلت له الحكم، قال لي صلي وهو مبلول، يغيره في المواعيد الثابتة بتاعته. يعني هو بيغير البامبرز الصبح لما يصحى من النوم، وبالليل في اخر النهار، هو ده المعادين اللي غير فيهم، يصلي بقيه اليوم. فانت اطمئن، هذه الفتوى مش من عندي انا، لا يعني انا مش من حقي، الفتوى من اهل الفتوى مش من حقي، لكن انا كنت قلق. فسالت رجل دين فاضل، قلت له اللي بيحط البامبرز دول يغيروا ولا ايه؟ قال لي لا ما يغيرش لانه غالي، وده ما دام لا ارادي يبقى ما فيهوش مشكله. فده اللي اجابه السؤال بتاعتك عشان ايه تبقى مطمن. يعني سيده في نهايه السبعينات، السبعين انجبت 8 ابناء ما شاء الله ما شاء الله، من 5 سنين هي ده كلام بقى مهم، او تشعر بهيجان شديد مع اقل مجهود، قالوا لها الضغط الرئوي مرتفع، بلمونري هايبرتنشن. ايه بقى؟ ايوه، مع اللي بعت لنا ابنها على فكره، ابن اللي بعت، الابن هو اللي بعت. بصوا بقى، الرحم في الحوض بيضغط على الاورده، الاورده بيحصل فيها جلد صغير جدا جدا،
تتحرك الى الرئه. لا نعتبر هذا جلطه رئه، بس هو جلطه رئه. مانيو بالمنر امبوليز فيري حاجه على مدار العمر مع كل شو بقى ثمان ولادات قفلت شرايين رئه قد ايه؟ مع كل ولاده هنقول هنقفل 10 20 10 20 10 مع ثمان ولاده هيكون عدد كبير جدا من الشرايين اتقفل. ده اللي هو الضغط الرئوي يبتدي يعني. كان زمان يسمي هذا ضغط رئوي اولي، ما كانوش عارفين سببه، لكن جه عالم ذكي جدا لاحظ ان الاولي ده دايما في الستات ودايما في اللي خلفوا كتير. وصفه في الستات الطوال البيض واللي خلفوا اللي كتير، اللي خلفوا مالتي بار خلاص. يبقى اذا في حاجه علاقه، العلاقه هي رحم بيضغط على اورده في الحوض تعمل جلد صغيره جدا جدا تتحرك، هي ما تحسش بيها لا مع اول ولاده ولا تاني ولا تالت، لكن مع الثامن تبتدي تشتكي. اكيد النظر مهم جدا، واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكثير من الناس مزعج. ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده ميه بيضاء. دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. ان الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل، وده يعني حاجه مستحيله انها تتعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه،